نظمت جمعية رسالة للأعمال الخيرية إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي فعالية توزيع صناديق مواد غذائية على 3000 أسرة من الأسر الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بمحافظة الإسماعيلية. يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم. بنقدم 3000 كرتونة لأهالينا الأولى بالرعاية داخل محافظة إسماعيلية طبقا للمبادرة الممنوحة من سيادة الرئيس للأسر الأولى بالرعاية داخل جمهورية مصر العربية. يخلينا الرئيس اللي هو جايب لنا كل حاجة وربنا يخلينا جمعية رسالة كل مرة بيدونا وبيرادونا وعمرهم ما قالوا لأ لحد خالص. جمعية رسالة ربنا يصلح حالهم بيساعدونا والله وبيدبولنا كل الخير ربنا يكرمهم يا رب. احنا بنشكر جمعية رسالة ان هي دايما خدمانا وجايبنا كل حاجة على البيت والنهاردة احنا اخدنا منها كرتونة جميلة فيها خيرات ربنا وكل حاجة حلوة. في اسواق البترول العالمية انهت اسعار النفط التعاملات منخفضة 1% وسجلت تراجعا اكبر من هذه النسبة على مدى الاسبوع في ظل استمرار قلق الاسواق ازاء ضعف الطلب الصيني على الخام رغم تمديد مجموعة اوبك بلس خفض الانتاج. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.1% لتصل إلى 82 دولارا و8 من المئة سنت للبرميل عند التسوية. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.2% لتصل إلى 78 دولارا للبرميل. وتراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.2% لتصل إلى $2.62 للتر. وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 72% لتسجل $1.08 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكدت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني على تصنيف الأردن عند بي بلس بي مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأشارت الوكالة إلى أن تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة تزيد من حدة التوتر الإقليمي وتؤثر على نشاط الأردن السياحي وتحد من التجارة. توقعت مصادر مطلعة أن تبرم الهند اتفاقا اقتصاديا غدا مع مجموعة من 4 دول أوروبية يهدف إلى زيادة التجارة والاستثمار وذلك في تتويج لمفاوضات دامت قرابة 16 عاما. وتتوقع نيودلهي أن تستثمر بلدان رابطة التجارة الحرة الأوروبية وهي سويسرا والنرويج وإيسلندا وليشنتاين ما يصل إلى 100 مليار دولار على مدى 15 عاما في الهند طبقا للاتفاقية. ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في الصين للمرة الأولى منذ 6 أشهر وأعلن مكتب الإحصاء في بكين ارتفاع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 7% الشهر الماضي مسجلا أول زيادة منذ أغسطس.